السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا في أحسن الأحوال وعواشركم مبروكة، والله يدخل عليكم العيد إن شاء الله بالصحة والعافية، ويا ربي يتقبل منا ومنكم رمضان إن شاء الله. كيف ما كتعرفوا دابا يعني كل شيء كيوجد في الحلويات تاع العيد، وكل واحد يعني كيبغي يدير أحسن ما يكون، وكل واحد على حسب جهده. ويعني وكاين شي حلويات اللي كتكون كيكون الشكل ديالها زوين، والثمن صراحة كيكون يعني ثمن ماشي يعني كيخسروا فيها فلوس بزاف. المهم انا شنو دابا شنو بغيت نبارطاجي معاكم واحد الوصفة تاع واحد المكون يعني كنستعملوه بزاف 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 في الحلويات، واكثرية الحلويات ديالو كتكون بنينة. وهذا المكون كيتباع يعني شوية ثمن ديالو طالع، وكاين اللي ما كيقدرش عليه. المهم انا ان شاء الله اليوم غادي نوريكم كيفاش تصايبوه في المنزل، وباحسن طريقه واسهل طريقه واقتصاد، يعني هذه احسن طريقه يعني اللي ما غاديش تخسروا فيها الفلوس بزاف، ومكونات موجوده في الدار. المهم كيف ما كتشوفوا راه تقدروا تكونوا عرفتوا شنو هو الحليب المحلى المركز. هانتوما كيجي فحال ديال الزنقه تماما، وتا المذاق ديالو حتى هو هانتوما شوفوا كي خاتر وزوين، راه باقي سخون، راه هانتوما لا شفتوا راه باقي الدخان، باقي الدخان كيخرج منه. المهم ما عرفتش واش يبان لكم ولا لا، المهم انا شاده من التحت حيت الكاس راه سخون، راه باقي يلاه طفيت عليه درته هنا مازال غيزيد يعقد. كيف ما كتشوفوا معايا شوفوا اللون ديالو هانتوما، اللون ديال يعني ديال هذا ديال بحال اللي كيتباع في الزنقه، عرفتي وبنين بنين بنين، راني دقتو عرفتي صراحه يعني كيجي واعر. بالنسبه المكونات اللي كنديروا فيه اشنو كنديروا، كنديروا جوج تاع الكيسان تاع الحليب، اي حليب انا درت هذا. المهم اي حليب عندكم كديروه، ومهم بحال مثلا درتوه عبرتو بهذا الكاس جوج كيسان تاع الحليب، كديروا كاس الا ربع. ها انتما كيف ما كتشوفوا الكاس ما عامرش تاع السنيده، صافي هادشي اللي كتحتاجوا فيه. حيت كاينين يعني كاينين وصفات اخرين كيكون فيهم كيكون هذاك هذا الحليب اون بودغ، وكاين حتى هو الثمن ديالو شويه طالع، وكاين يعني ما كيكونش بعض المرات ما كيكونش في الدار، وبنادم كيكون كيبغي هكا يدير يصايب هكا الحليب ديال المركز المحلى. المهم هذا احسن طريقه واسهل طريقه وارخص طريقه، ولا جربتوه والله العظيم ما عمركم ما تبقاو تصافي تشريو الاخر. ديجا الاخر الثمن ديالو راه معروف، راه كيكون ثمن غالي. حنا عندنا هنايا غير حكيك صغيور دير 1.50 والحك اللي كبر منه دير شي 3.80، يعني بالنسبه لهذا الثمن راه تقدر واقيلا يقدر يدير شي 5 الكيسان من هادو، يعني يضربوا على ما عرفتش شحال من مره. فوالا المهم اش كديروا، كتاخذوا كاسرونه كديروا فيها الحليب، تزيدوا عليه السنيده، صافي تبقاو تحركوا بشويه بشويه بشويه، والعافيه ما تكونش مهيله وما تكونش مجهده، يعني عافيه متوسطه صافي، غير ما تغفلوش عليه كتبقاو تحركوا حتى كيختار. هو كياخذ شويه ديال الوقت، ولكن راه النتيجه راه روعه. هانتوما كيف ما كتشوفوا والله صراحه زعما واعر واعر، وبنتو فنه. جربوا دابا تجربوا ان شاء الله. المهم نخليكم انا غنوريكم يعني كيفاش ملي كيكون كيطيب واحد شويه شي شويه تشوفوا. ونتمنى تعجبكم الوصفه، ولا عجبتكم بارطاجيوها دابا مع ان شاء الله كلشي، يعني محتاج صراحه لهذا المكون حيت كنستعملوه بزاف في الحلويات. بارطاجيو مع صحاباتكم وعائلاتكم داك الشيء باش هما المهم باش يستافدوا، ولا عجبكم لا فيديو ديروا لي لايك. وبسلام عليكم، وان شاء الله راني حضرته باش غندير معاكم واحد غندير شي حلويات فيهم، راه دابا نفيلميهم لكم. وشنو غندير ثاني، نقدر من بعد نوريكم كيفاش، حيت هذا ماشي بحال الحك غادي تشدوه وغتسدوا عليه في الكوكوط وغادي يولي كاراميل، غنوريكم الطريقه كيفاش يعني الا بغيتو كاراميل منه كيفاش غادي ديروا ليه. يلا نخليكم في رعايه الله ان شاء الله، وديروا لي جيم الى عجبكم لا فيديو وبارطاجيو، وشكرا بزاف. نتوما كيف ما كتشوفوا شو اللون ديالو بدا كيتبدل، وكيبدا بحال كيبدا يعقد بشويه بشويه، راه كياخذ وقت طويل غير صبروا معاه، ولكن راه تبارك الله كيجي واعر. ها نتوما بدا كيعقد هنايا،
المهم ما تغفلوش عليه، بقاو تحركوا تحركوا تحركوا، ما تخليوش هذيك الفراره وداك الشيء يطلع ولا يفيض، ما خصوش يفيض. المهم بقاو غير كتحركوا، ويعني عطيو الخاطر وراه غيجي واعر.